الكثير من الأشخاص يستخدمون سماعات الأذن لفترة طويلة في حياتهم اليومية، حتى عندما لا يستمعون إلى أي شيء. ولكن بقاء هذه السماعات في الأذن خلال فترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى تطور أمراض مختلفة. ولا يعلم معظم الأشخاص أن استخدام سماعات الأذن طوال الوقت قد يساعد في عدم إزعاج من حولك، ولكنه يسبب الضرر البالغ للإنسان نفسه. فما هي أضرار سماعات الأذن على الدماغ والأذن؟ أولاً، الإضرار بالدماغ. تصدر سماعات الأذن موجات كهرومغناطيسية يمكن أن تكون ضارة بالدماغ، حيث يمكن أن تؤدي إصابة الأذن الداخلية إلى التأثير سلباً على دماغ الإنسان. كما يمكن أن يتسبب الاستخدام الطويل لسماعات الأذن في شعور الشخص بالدوار الذي ينتج عن الضغط المتزايد الذي يحدث في قناة الأذن نتيجة تعرضها للأصوات الصاخبة. ثانياً، التهابات الأذن. يمكن أن تتسبب سماعات الأذن بحدوث الالتهابات في القناة الأذنية، حيث إن السماعات تمنع مرور الهواء عبر القنوات، ويمكن أن يؤدي الاستخدام الطويل والمتكرر لسماعات الأذن إلى زيادة البكتيريا الموجودة في أذن المستخدم. ويؤدي استخدام سماعات الأذن من قبل أكثر من شخص إلى تعزيز انتقال عدوى الالتهابات الأذنية من شخص لآخر. ومع استمرار دخول البكتيريا إلى الأذن واستعمالها لساعات طويلة بشكل متكرر، فإن هذا قد يقود إلى الحساسية أو التهابات الأذن. كما تؤدي إصابة الأذن بالالتهاب بالتأثير على صحة الدماغ أيضاً. ثالثاً، زيادة خطر تراكم الشمع في الأذن. فنظراً إلى أن آذاننا مصممة لتنظيف نفسها، فإن ارتداء سماعات الأذن يعيق ذلك، ويمكن أن يراكم شمع الأذن، ويمكن أن يؤدي تراكم الشمع المفرط إلى التأثير على السمع. رابعاً، إضعاف حاسة السمع. أصدرت منظمة الصحة العالمية بياناً توضح فيه أن ما يقارب من 1 مليار شاب في جميع أنحاء العالم معرضون لخطر فقدان حاسة السمع نتيجة الاستخدام الخاطئ لسماعات الأذن، حيث أشارت دراسة قام بها فريق من جامعة غنت من خلال تعريض مجموعة من الأشخاص لسماع الموسيقى عبر سماعات الأذن خلال 6 جلسات، حيث تم اختيار العديد من أنواع الموسيقى المختلفة. وأظهرت نتائج هذا الاختبار أن المشاركين فيه تعرضوا إلى انخفاض في حساسية السمع. خامساً، سماع صوت طنين في الأذن. يؤدي الاستخدام الطويل لسماعات الأذن إلى حدوث صوت يشبه الطنين داخل أذن المستخدم، حيث ينتج ذلك عن تلف خلايا الشعر الموجودة في قوقعة الأذن. وتجدر الإشارة إلى أن ما يزيد عن 50% من الأشخاص الذين يعانون من طنين الأذن معرضون للإصابة بحساسية عالية تجاه الأصوات الطبيعية. في النهاية، ينصح الأطباء بتقليل استخدام سماعات الأذن، وعند الاستخدام لا تستمع إلى الموسيقى بأكثر من 60% من الحد الأقصى لمستوى الصوت، وتأكد دائما من تنظيف سماعات الأذن في كل مرة ترتديها.